إذن الإشي السابع إني أعرف اللاندين كولز اللي أوريدي أعطيتها لكل كار. يعني طبعاً هذا بيساعدني إني أعمل ديسيجن أفضل إذا أوريدي عارف، فصرت أنا عارف لكل كار، عارف مكانها، اتجاهها، عدد الناس اللي في الداخل، الكار كولز اللي هم مسجلينهم، فأنا عارف وين هي رح توقف بسبب الكار كولز، وعارف وين رح توقف بسبب اللاندينج كولز اللي أعطيتها إياهم. بس هدول ممكن أحياناً أعمل دي ألوكيشن وممكن أحياناً ممنوع أعمل دي ألوكيشن. إيش القاعدة اللي بتقول لي إني أقدر أعمل دي ألوكيشن ولا لا؟ دي ألوكيشن وري ألوكيشن. إذا صرت مبلغ الباسنجر وين الألوكيتد كار، مين الألوكيتد كار؟ إذا صرت مبلغ الباسنجر إنه هاي الكار ألوكيتد إله أو إلها، ما بصير أعملها دي ألوكيشن. إذا ما صرت مبلغه بإمكاني أعمل دي ألوكيشن وأرد أبدأ من جديد وأعمل تقييم جديد لكل الهاد وأضل أعدل لحد لحظة ما بدي أبلغ الباسنجر. عدد الباسنجرز اللي بيهايند لاندينج كول ممكن مثلا أستعملها عن طريق الكاميرا إني أعرف قديش عدد الناس اللي بيستنوا في اللوبي، وأعلى شيء ممكن أعرف الديستنيشن لأي باسنجر وين رايح. النقطة الأخيرة الثامنة مهمة اللي هي type of prevailing traffic. traffic طلع يا منور بس تفتح الباب عشان نوطي صوتهم شوي. type of prevailing traffic يعني هون مثلا interflow outgoing traffic incoming traffic مثلا الميكس اوف traffic. إذا أنا بقدر أعرف مثلا انه عندي معظم الترافيك انكمينج ترافيك بقدر اتبع استراتيجيه معينه هي احسن استراتيجيه. اذا بعرف انه معظم الترافيك هو اوت جوينج ترافيك بقدر اتبع استراتيجيه خاصه. اذا بعرف انه انتر فلو ممكن اتبع استراتيجيه مختلفه. اذا قدرت اعمل ديتكشن لطبيعه الفلور اللي موجود في هذيك اللحظه بقدر اتخذ احسن استراتيجيه ممكنه للتحكم. اوكي ماشي واضح.